استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء تناول التباحث حول تعزيز التعاون المشترك بين مصر والإمارات في الشق الاستثماري وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والاتصالات. كما رحب الرئيس السيسي بزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر، وذلك ترسيخا للعلاقة الأخوية المتينة بين البلدين وما بلغته من مستوى متقدم على شتى الصعيدات والمستويات. انطلقت اليوم أعمال وفعاليات الحوار الوطني بعقد الجلسة الأولى لمجلس الأمناء الذي يعكس تشكيله القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار. ودعا ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أعضاء مجلس الأمناء لعقد جلسته الأولى بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك وفاء بما سبق إعلانه بأن أولى جلسات الحوار الوطني ستبدأ الأسبوع الأول من شهر يوليو. وقع وزير خارجية كل من فنلندا والسويد على بروتوكولات الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو، ومن المقرر أن ترسل عطاءات عضوية الدولتين إلى عواصم الحلف للحصول على الموافقات التشريعية. ومن جانبه أعلن الأمين العام لحلف الناتو يانس ستالتنبرغ بأن أبواب الحلف ستظل مفتوحة أمام الديمقراطية الأوروبية التي تريد المساهمة في الحفاظ على الأمن. قال رئيس الوزراء الاسترالي أنتوني ألبانيز إن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي تحلى بالشجاعة والقيادة التي ترمز إلى شعبه في مواجهة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإن زيارته لأوكرانيا تبعث برسالة واضحة مفادها أن استراليا ستقف إلى جانب الشعب الأوكراني في أوقات الحاجة. قالت رئيسة وزراء السويد إنها تتعهد بفرض عقوبة إضافية على موسكو، كما تعهدت بزيادة الدعم الأوروبي ومشاركة السويد في إعادة أعمار أوكرانيا في المستقبل. جاء ذلك خلال زيارة رئيسة وزراء السويد إلى كييف. قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 26 جريحا في إطلاق نار بالولايات المتحدة على حشد كان يشارك في استعراض بمناسبة عيد الاستقلال في ولاية إلينوي الأمريكية. وأعلنت السلطات أنها أوقفت مساء أمس شابا يشتبه بأنه مطلق النار.